أتحول عبر خدمة سكايب والزميل الصحفي A24 نيوز بليغ صلاحدين. أهلا بك بليغ، ما أسباب هذا التراجع في قيمة الشيكل؟ هل يعني التوتر السياسي والأزمة السياسية في إسرائيل أم هناك أسباب أخرى؟ وكيف سينعكس ذلك على المناحي الحياتية للمواطن في إسرائيل؟ نعم، لا شك أن الثورة القضائية بين قوسين هي السبب الرئيسي، ولكن يجب أن نقول أن يعني الدولار مع باقي العملات إن كان اليورو والباوند وغيرها هو يرتفع ويعني يزيد من قوته بسبب يعني رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، ولكن الشيكل على وجه التحديد يعني أمام الدولار منذ بداية هذا الشهر انخفضت قيمته ب8%، هذا طبعا عدد أو رقم نسبة غير مسبوقة، وصل اليوم في يعني ساعات الصباح إلى 3.69، يعني المرة الأخيرة التي كان فيها في هذه المستويات كان فقط في فترة الكورونا. هذا الأمر يعني يأتي على خلفية العديد من التغطية السلبية للأوضاع في إسرائيل، عدم الاستقرار الإسرائيلي، ونحن نتحدث هنا طبعا عن إعلام هنا وهناك، وإنما نتحدث عن أكبر الصحف الاقتصادية في العالم، فاينانشال تايمز، بلومبرغ، ذا إيكونومست، نيويوركر، التي تقول يعني بعضها أن نتنياهو كان وهذه الحكومة تبني منظومة ملائمة للفساد. عندما يستمع المستثمرون إلى مثل هذه الأمور من صحيفة مثل فاينانشال تايمز يفكر مرة ومرتين وثلاثة بالاستثمار بإسرائيل أو لا. عدم الاستقرار بنفسه هو السبب يعني الرئيسي، لأنه يخلق نوع من السلبية حول الاستثمار في إسرائيل، وبالتالي وهذا يعكس على التصنيف الائتماني أيضا. نعم، وهذا يعكس على التصنيف الائتماني أيضا في إسرائيل. نعم، بنهاية الأمر في حال يعني كان هناك عدم يعني يقين بإذا كانت إسرائيل سوف تسدد ديونها، فالتصنيف الاستئماني سوف ينخفض، ولكن حتى هذه المرحلة لا يوجد يعني حديث واضح حول هذه النقطة. من جهة أخرى يعني البنك الإسرائيلي يقول حتى هذه اللحظة لا يوجد يعني خروج للاستثمارات من إسرائيل، ولكن فعلا يوجد عدم يعني استثمار جديد يعني في إسرائيل أقل وأقل. وما أضاف على هذا الموضوع هو تغريدة وزير الخارجية يوم أمس عندما قال أو لمح وكأنه يريد التدخل بقرارات البنك المركزي. هذا أمر مقدس في الاقتصاد يجب أن أقول أنسام، لأنه يعني في اليوم التالي وحتى في نفس الليلة وزير المالية سموتريش قال لن أحد يمس بالبنك المركزي، نتنياهو أكد على هذا الموضوع باللغة الإنجليزية أيضا، لأنه رأينا ما حدث في تركيا مثلا على سبيل المثال عندما تدخل أردوغان في البنك المركزي. بالنسبة للسياسيين مريح أن لا يكون هناك معدلات فائدة كبيرة، لأن هذا يعني يمكن أن يكون مناسب لهم من ناحية مع الشعب وشعبيتهم وكل هذه الأمور، ولكن بالاقتصاد ليس جيدا، وهذا ما يخشاه المستثمرون الآن. شكرا جزيلا من بليغ صلاحدين الصحفي A24 نيوز على كل هذه التوضيحات.